الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا الموقف هو الذي كان عنده درس أمس، وانتهى الكلام على ما ذكر الله سبحانه وتعالى من حال أهل الإيمان وما بشرهم الله سبحانه وتعالى به، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجري من تحتها الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ثم قال سبحانه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه: ولعلهم يتفكرون. فالأمثال فيها عبرة عظيمة وتذكرة لأهل الإيمان، فمن هداه الله ومن عليه كانت هذه الأمثال العظيمة التي تبرز ما كان من المعاني في صورة محسوس كأنه يراه. اختلف أهل العلم في سبب هذه الآية أو نزول هذه الآية، فقيل إنه كما تقدم حين ضرب الله سبحانه وتعالى المثلين الماء والنار في حق المنافقين، كما تقدم في ذكر هذين المثلين وهل هما مثالان لجنس من المنافقين أو لجنس واحد. المثل الأول: مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثم قال: أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فقال بعض اليهود: إن الله سبحانه يعني أجل من أن يضرب هذه الأمثال، وإن هذا ليس من كلام الله نحو ذلك، وجحدوا بها كما تقدم أنهم كفروا وجحدوا ما علموه من الحق. وقيل إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر من الأمثلة العنكبوت والذباب كما قال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أو كما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لعبد الأصنام أنهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إلى غير ذلك مما ضربه سبحانه وتعالى من الأمثال. وضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال بالأعمال الصالحة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، إلى غير ذلك مما يضربه سبحانه وتعالى من الأمثال فيه عبرة وتذكرة. ولهذا رد الله عليهم سبحانه وتعالى بهذا، وقال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، سواء كان هذا المثل بالبعوضة أو فوقها، واختلف كما سيأتي إن شاء الله في قول فوقها، هل معنى فوقها فيما هو أعظم منها أو فوقها فيما هو دونها، لأن هذا أسلوب عربي وهذا أسلوب عربي، وهو على قولين لأهل العلم. فضرب الله سبحانه وتعالى لعابد الأصنام ومن جحد وتكبر أنهم لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا
فلن يستطيعوا ذلك، بل لو سلبهم الذباب شيئا وأخذه منهم لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فأهل الإيمان يعتبرون ويتعظون بهذه الأمثال، ويعلمون أن فيها عبرة وحكمة عظيمة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه التي ضربها مثلا، لم يخلقها عبثا، إنما خلقها لحكم عظيمة. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى في قول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، مثلا هذا مفعول يضرب، وإن جعلنا يضرب بمعنى يجعل فتنصب يضرب مفعولين، المفعول الأول مثلا والمفعول الثاني بعوضة، لكن المشهور عند المعربين أنها تنصب مفعولا واحدا بمعنى أنه يضرب، أنه يضرب مثلا سبحانه وتعالى من هذه الأمثال. وما هذه إبهامية وتصف صفة لما للمثل، وبعوضة منصوبة على البدلية من المفعول، مثلا بعوضة فما فوقها، إن الله لا يستحي، أي أولا فيه إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، أنه يثبت كما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبتها على وجه التمام على وجه الكمال، لا نعلم صفتها ولا كيفيتها، إنما نثبتها حقيقة. وهذا يجري في جميع الصفات التي يصف الله بها نفسه. وقد تجرأ بعض الناس وقالوا إن الاستحياء انقباض وانكسار، وهذا لا يليق بالله، فالمعنى أن الله لا يستحي أي لا يترك شيء، لا يترك أن يضرب مثلا من هذه الأمثال. وكل هذا خروج عن الجادة، لأن الله وصف نفسه بذلك، وقول إن الله لا يستحي دال على أن صفة الاستحياء ثابتة له سبحانه وتعالى. ولو نازع منازع في هذه الصفة لقيل له ماذا تقول عن حديث الصحيحين، عن حديث الصحيحين، لأن يقول هنا إن الله لا يستحي ينفي الحياء عنه، فلا شك أن هذا لإثبات الحياء لله سبحانه وتعالى، وإن كان هنا جاء على جهة النفي لمن رد مثل هذه الأمثال، لكن جاء صريحا صحيحا فيما رواه الشيخان من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. وسبق معنا هذا الحديث، سبق أن ذكرهم، تذكرون هذا الحديث الذي في صفة الحياء وجاء له مناسبة في درس مضى، تذكرونه لا؟ حديث أبي واقد الليثي، لا حيي ستير، هذا حديث رواه النسائي وغيره، هذا حديث فيه كلام لكنه جيد عند جميع العلم، رواه النسائي وغيره، إن الله حيي ستير، لكن الحديث آخر وهو من ضمن الأدلة، هذا من الأدلة، من الأدلة، لكن الحديث الآخر الذي هو صحيح متفق عليه سبق ذكره، تستحضرونه في الثلاثة الذين جاءوا، ثلاثة نفر في ثلاثة نفر، ماذا فيه؟ وش فيه الحديث؟ ما حد يذكر؟ نعم ارفع الصوت جزاك الله خير. الأول آوى فآواه الله، وجد فرجة فجلس، أقبل ثلاثة نفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد مع أصحابه، فالأول فآواه الله وجد فرجة، والثاني جلس خلفهم ما ل... استحيا فاستحيا الله، والثالث أعرض فأعرض الله. نعم الشاهد ما هو؟ استحيا فاستحيا الله منه، هذا هو الشاهد، صريح، يعني الله سبحانه وتعالى يقول ذلك ونبيه عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟
نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه هذا لسان أهل الإيمان. والتسليم هذا هو الواجب في جميع الأحكام، في باب العقيدة وفي باب الفروع، نسلم نسمع ونطيع، هذا هو الواجب. ونعلم أن شريعته في غاية الرحمة وفي غاية الحكمة، وخصوصا فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة وفي صفات الله سبحانه وتعالى. والذين يقولون إنه انقباض وانكسار وحياء، هذا ناشئ عن قياس فاسد. قاسوا الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على خلقه، هذا في حق الخلق، مع أن الحياء منه ممدوح ومنه ماذا؟ مذموم. فلا حياء في الحق، الحياء منه ممدوح، ولا حياء في العلم ومنه مذموم الاستحياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا رأى إنسان وأنكر منه شيئا لم يواجهه به، وقال لو أمرتم فلان يفعل كذا وكذا صلوات الله وسلامه عليه. علم الأمة الأدب والأخلاق وحسن الدعوة والبيان بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن الحديث فيه فاستحيا الله منه. إذن نقول هو حياء حقيقي، لكن كيفيته صفته الله أعلم. الله أخبرنا أنه يستحي، لكن لم يخبرنا كيف الاستحياء. أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. أخبرنا أنه استوى على العرش، لكن لم يخبرنا كيف استوى سبحانه وتعالى. يضحك سبحانه وتعالى ويغضب ويجيء وينزل سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه صفات من صفات الأفعال الاختيارية. المنحرفون عن طريقة السنة والجماعة يقولون هذه حوادث، والله منزه عن حلول الحوادث، يسمونها بأسماء تنفر منها الطباع. من قال لكم هذا؟ هم إنما حكموا بما شاهدوا، أما في حق الله سبحانه وتعالى صفة كمال وتمام. وكيف يوصف العبد بهذه الصفات التي صفة كمال وتمام وفي حق الله عز وجل من باب أولى؟ لكن لا تعلم كيفيتها ولا ماهيتها ولا كيف تكون هذه الصفة. فلهذا قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. ويستحيي فيها لغتان، يقال يستحيي ويستحي، هذا من جهة اللغة، لكن هي بالقراءة المشهورة بياءين. أما من جهة اللغة فلغة أهل الحجاز بياءين، ولغة غيرهم لغة تميم وغيرهم يستحي بياء واحدة. وعلى هذا وزنه على لغة أهل الحجاز يستفعل، لأن الزوائد الياء والسين، الياء والتاء، الياء والتاء، لأن مادته السين والحاء وياءان، ياء ثم ياء. على اللغة الثانية يستحي، إذا وجاء في حديث إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء ما تستحي. وعلى هذه اللغة وزنه ما يكون، ماذا يكون وزنه؟ يستحي، ايش يكون وزنه؟ يستحي يستفعل. وعلى اللغة الثانية ما هو وزنه؟ احذف لام الفعل الياء، يستفع، يستفع الفاء والعين، يستفع. فيقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه البعوضة، هذا الحيوان الذي هو من أحقر الحيوانات، ضرب الله به مثلا سبحانه وتعالى.
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فلا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. ولهذا قال نساء الأنصار، قالت عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن. قالت أم سليم رضي الله عنها: إن الله لا يستحي، وصفت، قالت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قالت: إن الله لا يستحي من الحق، وقرها على ذلك، بل هو نص القرآن. فهذا هذا الوصف له سبحانه وتعالى على حقيقته لا نعلم كيفيته. قال: بعوضة فما فوقها. فوقها، هل معنى فوقها ما هو أعظم منها؟ مثل ما ضرب الله مثل بالذباب ومثل بالعنكبوت، أو فوقها يعني دونها. مثلا يقول إنسان يتكلم عن إنسان مثلا، يصفه مثلا بالبخل، يصفه بالبخل، فيقول هو فوق ذلك، يعني حين يصف مثلا بشيء من الصفات يعني أنه هذا على، أو حين يصف بالكرم يقول فوق ذلك، يعني هو كالبحر، يقول فوق ذلك يعني فوق البحر مثلا، فوق البحر. أو يصف بصفة ذميمة مثلا يقول هو في البخل يعني كذا، أو هو جبان فيقول فوق ذلك يعني دون الجبان مثلا، أو دون البخيل يعني شحيح إذا قال فوق ذلك. ففوق تحتمل ما هو أعظم وتحتمل ما هو أقل وأحقر، ولكل منهما وجه. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته، كفر الله بها من سيئاته. فوقها يعني فوقها مما يصاب به. وقال عليه الصلاة والسلام فيما هو دون البعوضة: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أيهما أحقر، البعوضة ولا جناح البعوضة؟ جناحها، شفت جناحها؟ ما إذن هي أحقر منها، هو أحقر منها. فلهذا يحتمل أن يكون فوقها هذا وهذا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث، وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث جيد، وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة، يعني بالكافر السمين العظيم يوم القيامة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وجناح البعوضة دون البعوضة، فهما قولان لأهل العلم محتملان. ثم ذكر سبحانه وتعالى تفصيلا في هذا فقال: فأما الذين آمنوا، بهذا يتميز أهل الإيمان، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، الحق المتحقق، الحق الثابت، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالحق، وأن هذا مثل عظيم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ينكرون ذلك ولا يقبلونه. لكن سبحانه وتعالى قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق هنا شو المراد به؟ فسق المعصية ولا فسق الكفر؟ فسق الكفر، لأن الفسق فسقان،
فسق هو فسق كفر كالظلم والفسق ونحوها، ينقسم تنقسم إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر. ومن الكفر الأكبر ما هنا وما يضل به إلا الفاسقين. ومن الفسق الأصغر الذي هو معصية قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا الفسق هو فسق المعصية، فسق المعصية. ولهذا قال وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق ايش معناه في اللغة؟ ايش معنى الفسق؟ ولماذا سميت الفويسقة فويسقة الفأرة؟ الفسق في اللغة ايش معناه؟ الخروج. الفسق في اللغة الخروج. يقال فسقت الدابة، فسقت التمرة عن الرطبة إذا خرجت. يقولون فسقت الرطبة من القشرة، ايش معنى فسقت؟ إذا خرجت الرطبة، إذا صارت لينة، الرطبة لينة وأمسكتها ومددتها تخرج منها الرطبة وتخرج معك القشرة. فالمعنى بالفسق الخروج، فسق الخروج. ولماذا سميت الفأرة فويسقة؟ لأنها خرجت عن الدواب التي هي من جنسها بصفة الفسق بكثرة فسادها وإتلافها للطعام والشراب، بل ربما تحرق على أهل البيت بيتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الفويسقة لتجر الفتيلة إلى طرف البساط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا في حديث عند بعض السنن لعله عند أبي داود أن فأرة جرت الفتيلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام على فراشه فأحرقت شيئا منها. فلهذا قال وما يضل إلا به إلا الفاسقين. فالمعنى على هذا الفسق والخروج، الخروج عن الدين كله. فالخروج خروجان على هذا، خروج عن الدين كله ووصف الفسق الأكبر، وخروج أصغر وهو الفسق الأصغر، وهو أن يخرج عن بعض أمور الدين من المعاصي التي لا يكفر بها كما تقدم. من هم هؤلاء؟ الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. لا شك أن هذا وصف للكفار، لأنه قال الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه، ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ثلاثة أوصاف: النقض والقطع والإفساد. لا شك أن هذا فساد عظيم في الأرض، فساد معنوي يؤول إلى الفساد الحسي، لأن مثل هذه الأعمال وهي نقض العهود وقطع ما أمر الله به أن يوصل يؤول إلى الفساد في الأرض، والمقصود هو الإصلاح في الأرض كما سيأتي في قوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا ويطيعونه ويعبدونه، لكن قد يقع الفساد من بعضهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن مثل هؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذه الآية قيل إنها خاصة باليهود، وقيل إنها عامة مثل ما تقدم في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأن الأظهر هو العموم. بعضهم قال إنها باليهود لأنهم أخذت عليهم العهود والمواثيق وقرأوا في كتبهم
ونزل عليهم في التوراة البشرى بنبينا عليه الصلاة والسلام ووجوب الإيمان به إذا خرج، لكن نقضوا هذه العهود وجحدوا وقال ليس هذا النبي الذي وعدنا به، كفروا وكذبوا. لكن الأظهر هو العموم، يدخل فيه اليهود الناقضون للعهود ويدخل فيه سائر من نقض العهود، ويدخل فيه أيضا نقض العهود التي هي من في الأصل من المعاصي كقطع الحرام والأرحام، ولهذا قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وأعظم عهد عهد الله به إلى عباده هو عبادته وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو أعظم عهد وأعظم ميثاق، أن يعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وأعظم نقض له هو الشرك به سبحانه وتعالى، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كل ما أمر الله به أن يوصل من العهود والمواثيق، ويدخل فيه العهود بين الناس والمواثيق بين الناس، ويدخل فيه جميع ما أمر الله به سبحانه وتعالى من عبادته من طاعته من صلاة وزكاة وصيام وحج، ويدخل فيه ما أمر الله به سبحانه وتعالى من صلة الأرحام. ولهذا قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، ويكون الفساد فسادا إما ناشئا عن نقض هذه العهود وقطع الأرحام وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وكذلك ما يقع من الفساد ابتداء، فهو في الحقيقة داخل في النهي عن الإفساد في الأرض وعن قطع الأرحام وعن قطع المواثيق والعهود. ولهذا قال سبحانه وتعالى أولئك هم الخاسرون، قال ويفسدون في الأرض. لا شك أن هذا من أعظم الفساد في الأرض، والفساد في الأرض بعصيانه سبحانه وتعالى بنقض العهود وبنقض المواثيق، هذا هو أعظم الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء حقت عليهم الخسارة، أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. أولئك هذا مبتدأ، أولئي واللام للبعد والكاف خطاب، أولئي مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، وهم ضمير فصل عند البصريين وعماد عند الكوفيين، والخاسرون خبر، ويصح أن تعرب هم مبتدأ ثاني والخاسرون خبر مبتدأ الثاني، وهم الخاسرون الخبر المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول يعني الجملة بكمالها، خبر المبتدأ الأول. أولئك هم الخاسرون وحدهم، ولهذا على الإعراب الأول وحتى على الإعراب الثاني حين قدم الضمير هنا كانت الخسارة عليهم وحدهم، ولهذا قال أولئك الذين سعوا في الفساد سعيا عظيما شديدا، ولهذا أشار بالضمير الدال على البعد والانغماس في الخسارة والهلاك. ولا أعظم خسارة ممن خسر دينه، هذه الخسارة الحقيقية. أما الخسارة في أمر الدنيا أمرها سهل، بل الخسارة في أمور الدنيا إذا أصيب بها العبد تكون مصيبة، لكن ليست مصيبة في الدين، مصيبة في الدنيا، والعبد يؤجر على المصائب. إنما الخسارة الحقيقي هو الخسارة في الدين، لكن إذا أصيب العبد إذا أصيب بخسارة في دنياه
سواء في ماله، في بدنه، في أهله، في أي شيء، إذا أصيب بشيء من هذا فليعلم أنه خير له. المؤمن على خير، إنما المصيبة مصيبة الدين. ولهذا ندعو دائما في صلاتنا وفي وترنا: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. هذه المصيبة العظيمة، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أما المصيبة في الدنيا، مصيبة في البدن، في المال، فالمؤمن على خير، بل تكون حاله عند المصيبة في البدن حين يصبر ويحتسب خيرا من حاله مع عدم المصيبة إذا أصيب بها. هو لا يسأل المصيبة ولا يطلبها، يسأل الله العافية، لكن أمر لا حيلة له فيه، نزل عليه، نزلت هذه المصيبة، إذن ليس أمامه إلا التسليم والاستسلام. أما قبل ذلك يسأل الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يسأل الله العافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وما سئل الله بعد اليقين خيرا من العافية، كما صح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فالمؤمن على خير حينما تكون المصيبة في دنياه، مثلا خسارة في المال، أو مصيبة في البدن، أو مصيبة في أهله ونحو ذلك، لكن حين يختبر. ولهذا قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. ما هما العدلان؟ قال: نعم العدلان ونعمة العلاوة، كما رواه البخاري عنه معلقا مجزوما به. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما هما العدلان؟ الصلوات والرحمة. والعلاوة ما هي؟ الهداية. وأولئك هم المهتدون. البعير حين يوضع عليه الطعام، يوضع عليه الحمل، يعني البعير حين يحمل مثلا عليه حمل كحنطة مثلا، يوضع حمل عن يمينه وحمل عن يساره، حتى ماذا يعتدل. لو وضع حمل عن يمينه ولم يضع حمل عن يساره فإنه لا يمشي مستقيم، بل يضع حمل وحمل معتدلان. نعم العدلان، هذا العدل. وأحيانا يضعون فوق سنامه أيضا متاعا يكون زيادة على ما في جانبيه. هذه هي العلاوة التي تكون على ظهر البعير. فقال رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم. يعني العرب عندهم تمثيل، ولهذا هذا تمثيل، ونحن في ذكر الأمثال يمكن يعني يجعل كلام عمر رضي الله عنه من هذا الباب، حيث جعل هذا الأمر على هذا الباب حين قال سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات. صلاة الله سبحانه وتعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ورحمة، رحمته سبحانه وتعالى لعبده في الدنيا موصولة برحمته في الآخرة. وأولئك هم المهتدون، حين يصبر ويحتسب يهتدي إلى طريق الحق، موصول بهدايته في يوم القيامة إلى داره في الجنة. هؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، أصابتهم، هو لا حيلة له فيه. تعرف أن مادة أصاب من الصوب، مادة أصاب من الصوب، سمي المطر صيب. لماذا سمي صيب؟ سبق معنا
أن المطر من صاب ماذا؟ صاب يصوب. إيش معنى صاب يصوب؟ صاب يصوب يعني نزل. صاب يصوب وهي عبارة مستعملة عند الناس حاضرتهم وباديتهم، يقول صوب فلان مثلا. فالمقصود أن المصيبة حين تنزل فالمسلم على خير. قال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم من حديث أبي هريرة: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن على خير حين يصاب بالسراء والضراء، وربما تكون حاله مع الضراء أحسن من حاله مع السراء، لأن السراء حين يتسع مثلا في أموره في دنياه قد يحصل تفريط. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما روى الترمذي عنه سند صحيح: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. قاله تواضعا رضي الله عنه، لكن الشاهد أنه قال لما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلينا بالضراء، يعني كان ربما قلة في الزاد وفي الطعام ونحو ذلك، ثم حصلهم السعة بعد ذلك بفضل الله ورحمته. وقال عمر رضي الله عنه أيضا فيما صح عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالخسارة الحقيقية هي الخسارة في الدين، ولهذا قال سبحانه: أولئك هم الخاسرون. الخسران أصله في اللغة النقصان، مادة خسر أصلها من النقص. أعظم البخس والنقص هو بخس الدين ونقص الدين، ولهذا قال أولئك هم الخاسرون، غرقوا في الخسارة، خسارة التي إذا لقي هذا الخاسر ربه عليها فلا حيلة فيه، انتهى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حرم ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من حبسه القرآن فلا حيلة فيه، انتهى أمره. من مات على هذه الحال عياذا بالله من ذلك. ثم ذكر سبحانه وتعالى في قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.